بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه موتور ثلاثة شمعات ثلاثة سلندر متاع السيات، هذه آخر موديل سيات إيبيزا، يعني وموجود في البولو 8 بولو 8. هذه مختلف تماما على ثلاثة شمعات الأولاني اللي هو كان موجود في البولو 5 و 6 و 7. هذا مختلف تماما، لا ما يشبه له في شيء. مش نعطيكم عليه بسطة. هذه المحرك هذه من هنا، هذه مكان الشين كروا، هذه شين كروا ما هو شين حديد، هذه هنا شين كروا ثلاثة سلندر، هو تروا سلندر شين كروا كلها تتغير يعني كل 100,000 أو 90,000. هذه شين كروا كاملة، هذا السيبور متاع الموتور، هذه هنا المولد أو الانترناتير، هذا هنا مكان المكيف، هنا هذه الحساس نتاع الزيت، هنا هذا مكان الكولكتر نتاع الادميسيون. هذا شوفوا البرف التبخير وين عاملينه، هنا عاملين واحد هنا وواحد صغير هنا، عاملين زوز، عاملين واحد هنا اللي هو هذا برف التبخير، وعاملين واحد صغير فوق، رغم اثنين برف التبخير اللي فيه هنا. عندنا شوف الفلتر نتاع الزيت وين حاطينه، حاطينه في الكارتير، حاطينه في الخزان نتاع الزيت في السوتوكوب، حاطينه في الكارتير خزان الفلتر نتاع الزيت. من التالي عندنا لومبرياج، هذا ديسكو البلاتو والفولون موتور، طبعا حساس نتاع الموتور جاي في الجنب هذا، شوفوا الحساس نتاع الديماراج نقولوا احنا، الحساس نتاع الكولو نتاع الكرانك، هذا حساس نتاع الكرانك. الاختلاف الكبير اللي موجود بين الثلاثة سلندر الأول والثاني كونه هذه عملوا لها مضخة الماء من تالي من وراء تمشي حتى هي بسبتة بشان كروا، تخدم بشان كروا، يلزم اللي باش يبدل الشان كروا من قدام اللي هي هذيك السبتة الأمامية أو الحزام الأمامي لازم يغير حتى السبتة الخلفية اللي هي بتاع مضخة الماء. وتقوم بعد نوريها لكم كلها مفركة كيفاش تجي، هذه مضخة ماء كاملة بتاع المحرك هذا، شفتوها فيها الترموستات، فيها الترموستات ودخول وخروج الماء، وكلها هنا يعني المضخة ماء كاملة كلها هنا من تالي في المحرك هذايا ثلاثة سلندر. هو يمشي حتى هو بالسبتة، مش يعني مش محطوطة مع بينيون ولا حاجة، لا حتى هي فيها سبتة هي من هنا وتتغير حتى هي مع سبتة المحرك. شفتوا الاختلاف الكبير يعني موجود. الاختلاف الثاني كونه شوفوا هنا الكلاس أو السلندر أو التستاتا ولت الخروج الدخان من هذه على طول يعني في مكان واحد، شوفوها مع شكل أربعة أو ثلاث أماكن خروج الدخان، لا ولا مكان واحد، شفتوا يعني كلاس كامل، هذه يعني وش سلندر كامل يعني يخرج منه كل أكثر مكان واحد، شفتوا هنا، وما هنا حساس نتاع البيئة زاد محطوط هنا واحد آخر زوز، حساس نتاع هنا زاد حساس نتاع الفيبراسيون نتاع الهزاز هذا نتاع الاهتزاز، يعني شفتوا الاختلاف الكبير الموجود. ومعش والحساس نتاع الزيت ولا لوطا اللي هو نتاع يقول لك المحرك فيه زيت ولا لا، يقول لك زيت اوكي ونو، هذه يعني من هذا فيه محرك هذا اختلاف كبير برشا. الحساس نتاع عندها زوز حساسات، عندها حساس من هنا لاربع كام، وعندها حساس من هنا لاربع كام، عندها زوز، عندها في اول لاربع كام في اخر لاربع كام، طبعا هو دوبل اربع كام كما قلت لكم. هنا هذا مصب بالزيت، وشوفوا هنا المقياس نتاع الزيت جاي في الكلاس نفسه، في الوسط السلندر نفسه، يعني مش في الملوتك العاده، يعني عاملين فيه اختلاف كبير برشا. الا في الادميسيون خلوهم ثلاثه اماكن يدخل منهم البنزين، اما في الخروج الدخان ولا مكان واحد، يعني مجمعينهم ولا. طبعا كما قلت لكم شان كروا، وتو بعد ما يكمل التركيب وكله نزيد نصوره لكم في مكانه ان شاء الله، ونزيد نعرفكم على الحاجات الباقيه اللي فيه ان شاء الله تنفعكم حاجات كما هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه سكودا فابيا، هذه محركها، باش نعطيكم بس على الحساسات نتاعو اللي موجوده فيه اللي نقدر نشوفها من هنا، اللي هي سهله بسيطه. عندنا امامنا هذه الفراشه اللي هي كور بابيون، عندنا فلتر الهواء، عندنا هذه المقياس الزيت ومصب بالزيت، عندنا هنا الدينامو، عندنا هنا البخاخات، ده البخاخات نتاع البنزينة، عندنا في الوسط فيه الشمعات، عندنا هذا كولكتور نتاع الادميسيون، هذا حساس الهواء،
هذا حساس الهواء نتاع الخزان نتاع البنزين. هذا الدينامو تحت منه كومبريسور اللي هو كيماتيزير المكيف. هذه من هنا كلها علبة السرعة، هذه من هنا علبة السرعة، فيها الديمارير من التالي، فيها الستارتر، فيها هذه اتجاهات نتاع الفيتاس، الترموستا والمضخة الماء من التالي، هذه مش من قدام، ما تجيش من قدام مضخة الماء نتاعها، فيها هذه قارورة زيت الفرامل، هذا السيرفو، هذه مضخة الفرامل، هذا الابياس، هذه علبة الفيزيبل وات، هذه كالكيلاتير اللي هي كارتة أو الميموار أو الكمبيوتر نتاع السيارة، هذه البطارية نتاعها، هذه طبعا كل الخراطيم نتاع الماء، هذه من هنا، هذه الماء نتاع المساحات، هذوما الخراطيم نتاع البنزين، خراطيم الماء اللي هما فاصل الماء، هذه خروط الماء. من هنا عندنا سيبور الموتور نتاعها الالميوم والحديد، عندنا هذوما الخراطيم نتاع الغاز نتاع المكيف، عندنا هذايا خيط الماس، هذايا خيط الماس سموه يعني التير او الماس او السالب نتاع السيارة، هذا اللي نحكي عليه هنا، هذايا السالب نتاع السيارة نتاع سكودا فابيا، هذايا السالب خيط السالب نتاع سكودا فابيا، يعني سكودا فابيا خيط السالب نتاعها ويجي من هنا من الشاسي، شفتوه من الشاسي، يعني شنو الشاسي؟ هيكل السيارة يعني الكاروسة نتاع السيارة حتى للمحرك، هذا واحد، والثاني تلقاه من البطارية حتى للمحرك، يجي للمحرك من البطارية حتى للمحرك من اللوطة، يجي من اللوطة في البطارية. في البوات فيتاس، يعني فيها لازم يكون كابل ماس ما بين البطري والبوات، وكابل ماس ما بين الموتور والكاروسه، هذا سموه السالب نتاع السياره. هنا هذا حساس الزيت اللي هو نتاع الزيت، هذه يعني هنا الكرواع اللي هي السبته نتاع، وتحت منها كاتينا، تحت منها كاتينا، هنا حساس الضرب كم، هذه حساس الضرب كم. من هنا عندنا حساسات الحرارة من الخلف، طبعا ديما يجي واحد الترموستات حساسات الحرارة، حساس الكرانك طبعا ما يبانش مغطي عليا، حساس البي ام هاش، هذه أغلبية حساسات يعني نتاع السيارة سكودا فابيا ثلاثة سلندر، اللي هو المحرك هذا موجود في البولو 7 والبولو 8. هذه المروحه نتاعها طبعا مروحه كبيره، تخدم منها مكيف، منها مروحه المكيف، منها مروحه الموتور، مروحه الراديتير نتاعها كبير زاده مكبرين فيه. هذه كل الحاجات نتاع محرك السياره سكودا فابيا، كل الحساسات لحد الان ما فيش طلبات عليه، يعني ان هو يعني يحتاجوه اصحاب السيارات اللي هو ممكن يكون ما نجحش ولا حاجه. مره برك انا بعت منه لان السياره عامله حادث مش اكثر، يعني ما زلنا ما نعرفوش عليه، ما عندناش عليه معلومات كبيره بالاستعمال، استعمال يعني الشخصي. هذا محركها نسمع فيه يخدم، هذا صوت محركها، هذه جديده وما زالت صفر كيلومتر، المحرك هذا تسمى صفر كيلومتر يعني ماشي 300 كيلومتر فقط، هذا صوته الاصلي.